دخلت قافلة إغاثية وطبية تابعة للهلال الأحمر والأمم المتحدة بلدات حمورية وجسرين وبيت سوا في الغوطة الشرقية المحاصرة، وطالب أهالي البلدات المحاصرة بفتح معابر إنسانية لعلاج المصابين الذين يتطلب علاجهم نقلا إلى خارج الغوطة، معتبرين ذلك مطلبهم الأول، كما أوضحوا أن كميات المساعدات الوافدة لا ترقى إلى حجم الاحتياجات. المرة الماضية وزعوا بكفر بطنة، نص أهل بكفر بطنة ما أخذوا شيء بسيط، 5 كيلو 6 كيلو، اليوم لحمورية وجسرين ما بيطلع له للزلمة 5 كيلو للعائلة. نحن الأهم من المعونات الحالات المرضية، بدنا معابر على الشام. فاتت الأمم المتحدة توزع إغاثات على لبلدة جسرين وبلدات ثانية. في عنا هدف ثاني بنفس الأهمية، يمكن أهم كمان، إنه تفتح معابر إنسانية نطلع نتعالج برا تركيا في الشام، ندبر أمورنا يعني هذا نفس أهمية المساعدات الإغاثية.